لك شو يا زلمة وين صرت؟ يلا ولو ولعنا النار جاية ولا لا؟ جاية؟ مش جاية. نطرت ساعتين تدفع سند سيارتي، من بعدها رحت أدفع فاتورة السيلولار. خمس دقايق ولا ثانية، هيك مسكر وهيك مسكر. ما لقيت مطرح صف بالباركينج، رحت أدفع فاتورة تليفون البيت، لقيته أنا ناطر على الطريق بعجلة السير. وين برجع؟ زيح من عندك ونايم. طلع بالسيارة دخيلك يا ويلي. هلا رايح اقبض الحوالي اللي بعت لي اياها خي من فرنسا. هلا بدك تقنعني انه ما في ولا او ام تي حدك؟ ما في شيء الف واحد. شو خاص؟ ما يا زكي او ام تي بتامن لك كل هالخدمات واكثر. او ام تي خدمات ماليه عبر اكثر من 900 مركز. او ام تي حدك.